علمائنا وخبرائنا وتنظيم هذه السلسلة من المؤتمرات العلمية اللي نقدر نستفيد من خبراتهم في الخارج في الوقت اللي مصر محتاجة فيها كل هذه الخبرات. بتأكيد حاجة بتعود الناس على الدولة كلها وبتزيد من أواصر التواصل معهم. وعلشان كده يعني يمكن كان مصر تستطيع بأن كان رقم 3 من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. احنا بنحضر لمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم إن شاء الله. فبالتأكيد هذه المؤتمرات أنا بعتبرها نجاح لوزارة الهجرة ونجاح للدولة كلها. وبشكر معالي الوزير الدكتور محمد عبد العاطي الحقيقة على إتاحة هذه الفرصة وتعاونه من اللحظة الأولى لتنظيم هذا المؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، لأنه هذا التعامل والتنسيق ما بين وزارات الدولة بالتأكيد هو السبب الوحيد لنجاح المؤتمر والسبب الوحيد الحقيقة إن إحنا نقدر نستعرض مع بعض نتائج هذا